السلام عليكم. اليوم شهوتنا ديال الفسيح ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد المسمنات اللي غادي يكونوا بريستيج، كنتمنى انهم يعجبكم ان شاء الله. وكنعلمكم بقناتي الجديده الثانيه، يمكن لكم تشاركوا بها فن الذوق المغربي مع ناديه. غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. فينو والدقيق الابيض، وكذلك هنا واحد الفريتيتا ديال الخميره والملح، الكميه اللي بغيتو. مثلا ديروا هنايا مع الاصغر زليفه صغيره ديال الفينو تقريبا بحال هاد السلافه، غادي ديروا النص ديالها ديال الفينو. كنكثر الفورس على الفينو لان باش ما كتجينيش العجينه قاصحه. ولا بغيت نجيبها هشيشه شويه غادي نديروا لها واحد الشي شويه ديال راس معلقه ديال الخميره، ما تكثروش بزاف. الخميره الفوريه ماشي الكيماويه. هنايا الكيماويه غادي نحتاجوها من بعد. هنا عندي المدافي والملح حسب الدقيق، زعما حسب الذوق. غادي نديروا الملح، غادي نخلطوا هاد العناصر. صافي، هنا غادي نضيف الماء، نبقى كنخلط به. العجين دائما ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون خفيفه. لان الفينو الا كثرناه تيشرب الماء بزاف، وخصكم ديروا كثر الكميه ديال الماء. صافي، بحال هذا الشكل هكا خصو تكون العجينه ديال المسمن، ما جارياش وما خفيفاش، يعني انا كنقبضها بيدي وكتحل. صافي، بحال هذا الشكل هكا، وغادي نقلبها فوق ما كان العمل، وغادي نبقاو ندلكوها بحال دائما كبحال اللي كنعجنوا المسمن العادي. صافي، وكنبقاو ندلكو فيها هكذا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق وصافي، بركه كتكون واجده. انا غادي ندلكها ونستمر فيها على هذا الشكل هكا ونرجع لكم، حتى غادي نوري لكم كيفاش غتولي رطبه في يدي. صافي، هنايا من بعد ما كي قلت لكم دلكتها مزيان، راه تقدروا تزيدوها ميها الا شفتوها قاصح نشفات لكم، لان كل ما كدلكوا كل ما الفينو تي كيقول لكم هكا خاصها تجي رطبه بحال هذا الشكل. الفينو كيقصح في اليد، وانتم كترشوا حتى تشوفوا القياس ديالكم. صافي، هنايا دابا غادي نخليها ضروري ترتاح لي. غادي ندير واحد شويه ديال الزيت في الطبيصل، وغادي نغطيها بفيلم اليمونتير ديك الساعات. غادي نخليها ترتاح. اللي بغيت ترطب لينا واحد 4 ساعات نص ساعه ماشي مشكل، ونداو داك الساعات نخدموها كيف بغينا حنايا. صافي، من بعد ما خليتها ارتاحت واحد نص ساعه غادي نقود. دابا غادي نقبت واحد الدجاجه ولا بلاطو كيف ما كان عندكم. انا غادي ندير هاد الدجاجه، غادي ندهنها بالزيت، وغادي نبدا نحط فيها الكويرات.
غادي نديرهم تقريبا صغيورين ماشي كبار. انا بغيت هاد النهار ندير لكم يعني مسمنات بريستيج يعني يصلح لكم في رمضان ان شاء الله. غادي يكونوا صغيورين ها نتوما بحال البيضه قد البيضه ان شاء الله هكذا على هذا الشكل. هكا صافي. هنا بعد ما كملتهم غادي ندهنهم غير من الفوق بزويته ونخليهم يرتاحوا. هاد الطريقه اللي غادي نوريكم غادي يجيكم ساهله ما تعذبوش كاع فيها. واخا تشوفوا الفيديو ان تيكون هكذا راه ما تيكونش متعب ولا فيه الخدمه وداكشي، ولكن هكذا راه تيوجد دغيا دغيا. نغطيهم ديك نفس البلاستيكه اللي كنا مغطينهم بها باش ما يتشرقاولناش، ضروري خصهم يتغطاو. صافي هنايا خديت معلقه ديال الزبده اللي تكون ديال الطاسه، غادي نضيف عليها واحد المعلقه ديال السميده رقيقه اولا الفينو بحال هكا، وكذلك غادي نضيف عليها زيت البلديه بحال هذا الشكل هكا، وغادي نضيف كذلك حتى الزيت الروميه اللي بغى يدير غير البلديه يديرها واللي بغى يدير الروميه يديرها. صافي هنايا غادي نخلطها دائما كيف كنقول لكم كنردها طوماط. هنايا في هذه اللحظه اللي كندير فيها هذا الطريقه هذه انا فاش كندير لها الخميره الكيماويه واللي ما بغاش يديرها يتفاداها، وانا ما كنديرش بزاف تندير واحد الشي شويه بحال هكذا، هي باش كتخلي لنا داك الخليط شي شويه ماشي الخليط داك المسمن كيكون مقرمل شي شويه ومقرمش. هنا غادي نخلط هادشي كنرجعوها الطوماط. هادي اسهل حاجه احسن ما كترشي الزيت وترشي الزبده وترشي السميده، هادي كتكون طريقه سهله ورا من بكري كنديرها ماشي غير دابا اول مره. راه المسمن كامل اللي عندي انا راه كندير فيها الطريقه هادي. صافي تنحصلوا على هذا الخليط هذا. دابا هنا بعد ما ارتحت من العجينه غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. صافي غادي نحط هذا الشيء كامل الجنب وغادي نبداو باول وحده اللي درنا هنا. غادي نقبض غادي نجيب زويته اللي كتكون مخلطه. الا حسيتو بالعجينه ديالكم مازال ما ارتبطلكمش خليوها ترتاح. جيبوه دائري مقادد كنتمنى ان تكونوا كتشوفوا. صافي هنايا غادي نجيب الموس اولا الناعوره اولا هذه ديال البيتزا نتوما اختيار اللي عندكم. قبل ما غادي نقبض دائما نخليو سنتيم هنا ما ندهنوش، وهذا نديرو له هكذا ما نوصلوش حتى للجنب نخليو سنتيم بحال هكذا ونديرو هاد الشكل هكا ونبداو كنمشيو به على هاد الشكل هكا. عاوتاني غادي نوليو نمشيو هكذا ونوليو نمشيو للجهه الاخرى وحنايا كنضغطو بيدينا هكذا وكنوليو نمشيو وحنا كنبركو. وغادي نجيب هذه التاليه وغادي ندير لها هكذا، وحاولوا انكم في الاخر هنا انكم تضغطوا
باش ما تخرج لناش العماره بحال هذا الشكل كتشوفوه. وإلا مشيتو حتى انكم زيتو حاولوا انكم كاع يمكن تقلبوها هكذا بحال هذا الشكل. كنحصلوا على هذه المثلثات هكا. هنا غادي نضيفو بحال الجنيب، حطيته هنا يرتاح ما نقرصوش حتى غادي نوريكم نفس الطريقه. دائما باستعمال الزيت وزيت الزيتون والزيت البلديه والروميه نديرو هكذا ونوليو ندفعو هنا ونوليو نجيبوها هكذا ونوليو نردوها. كتعطينا تقريبا يمكن شي 5 ديال الدورات وكنوليو نجروها لهنا وكلشي يكون متول. راه حتى هادشي تيكون فيه التفنن. هنا غادي نقبطو ونقلبو شي شويه هكذا الحرف الطرف التالي اللي لتحت غادي نهزوه ونضغطو عليه هكذا مزيان صافي. وكنحاولوا نقادوها مزيان باش حيت تطلق راسها ني تطلق راسها تطلق راسها. وهي انا غادي نكملوا على الطريقه هذه كاملين وديك الساعات نرجع لكم. صافي من بعد ما هنا كملتهم كاملين كيف شفتوا الطريقه. دابا هنا غادي نقبط بنفس ديك البلاستيكه كتخدم معنا هذه البلاستيكه من الاول كيف كنغطيو بها لا للضياع يعني بنفس هذا ميكا كنخلينا نوليو نغطيوهم هي باش ما يتشرقاو ليناش وتخليهم شحال ما بغيتو يعني الا ما بغيتوش مزروبين بهم خليهم بغيتو ديروهم ديك الساعه طيبوهم ما بغيتوش تخليهم تخليهم كل ما خضروا كل ما ارتاحوا كيكون حسن وحسن. وحاجه وحده اللي كانت باغيه دير المسمن ما ديرلوش الخميره الا كانت غادي ديرو من الصباح تخليه حتى العشيه باش توجدو تخليه هكذاك بلا خميره معجون وتخدمهم في الصباح وتخليهم يرتاحوا هكذاك حتى العشيه ان شاء الله وديك الساعه توجدهم. دابا غنخليهم يرتاحوا ومشي حتى انا نرتاح شويه وديك الساعات غادي ندوزو باش نطيبو. صافي هنايا درت المقله كتسخن بعد ما سخنت ليا قبطتها رشيتها بشي شويه ديال الزيت البلديه مع الروميه مخلطين باش ما تطلق لكمش الدخان. هنايا غادي نحاول انني نجيب ديك الوحدات كلهم اللي صوبتهم وغادي نضغط عليهم غير واحد شويه لانهم اصلا درناهم شي شويه رقاق وصغار غادي نضغطوا عليهم غير شي شويه. هنا غادي تلاحظوا ديك التنيه اللي درنا في الاخر راها ما غاديش تخرج لكم الزبده والسميده اللي درنا لهم. كنديروهم كيجيو بريستيج كي قلت لكم بحال فريميجات. هنايا غادي نحاولوا اننا نستفوهم يعني كل ما كانت عندكم مقله كبيره كل ما غادي تهزوا لكم بزاف. كيجيو تقريبا هنايا واحد 7 د الحبات هادي يجيوني في المقله الا كانت المقله كبيره ولا الا كانت المقله صغيره غادي يهزوا لي 6 كنظن غادي يهزوا 6. صافي هنايا غادي نبقى كنخليهم دائما في المسمن ما تقلبوش المسمن حتى كيتحي يتشمع من التحت مزيان عاد كتقلبوه باش كيطيب لكم مزيان وكيطيب مقرمش وكتدخلوا الطياب حتى لداخل بالنفس المبتدئات. هنايا غادي بعد ما تشمعوا لي كي قلت لكم غادي نحاول انني نقلبهم باش كتشوفوا اللون ديالهم. غادي نرشهم رشيشه ديال الزيت من الفوق ضروري لان باش بغيناهم يتحمروا لنا من الجهه الاخرى. غادي نقلبهم هانتوما شتو اللون ديالهم على حسب الجهه ديال العافيه من التحت شنو اللي كتقبض كاينه جهه المسمنه ولا الملويه اللي كنهزو راها كتكون محمره ديريكت وكاينه اللي كتكون مازال خاصها جنيبات مازال ما تحمروش كنحاولوا معها حتى كتقبض اللون ديالها. هنا صافي هذه مازال شي شويه خصني نبقى كنقلب فيها ونعاود حتى كتحمر لينا.
كنتبعهم على هذه الطريقه كلهم حتى كنكملهم ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو مورقين، كيجيو مفشفشين كذلك. هانتوما شفتوا كيفاش كيجيو المنظر ديالهم، كيتقرمشوا، هانتوما سمعتوا القرمشه ديالهم. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوهم ان شاء الله في رمضان وفي هذه الايام الحجر الصحي. صافي كيجي الشكل ديالهم هكا، كنتمنى يعجبوكم. كناكد عليكم على القناه الثانيه فن الذوق المغربي مع ناديه، شاركوا في القناه الثانيه راه حتى هي فيها الجديد. دمتم في امان الله والى اللقاء.